مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. أحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة، نشاط في سرعة الرياح، تكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كون أنه الجزء الثاني من المنخفض الجوي والنظام الجوي العميق على السطح وأيضا الحوض العلوي في طبقات الجو العليا سيؤثران على المملكة مساء هذه الليلة وحتى ظهر الغد، وبالتالي بتكون الأمطار الأجواء ماطرة في معظم مناطق المملكة، أمطار بتكون غزيرة على شكل زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة وجريان السيول في الأودية والأماكن المنخفضة وحدوث بعض الفيضانات وبعض الانجرافات للتربة في المناطق الجبلية، والحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 10 درجة درجات مئوية، بينما الملموسة 7 درجات مئوية، الرطوبة مرتفعة إلى 97%، وسرعة الرياح تقريبا شديدة ما بين 50 إلى 60 كيلومتر، بتكون أشد في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة المتوقعة أيضا في مختلف محافظات المملكة: في إربد 14 إلى 11 أجواء باردة غائمة ماطرة زخات رعدية من المطر، كذلك عجلون 10 إلى 12 أجواء غائمة باردة ماطرة، وجرش 11 إلى 15 أجواء باردة وغائمة وماطرة، والمفرق أيضا 11 إلى 15 أجواء باردة وغائمة وماطرة، وزي ما حكيت الأمطار بتكون على شكل زخات رعدية وبتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل واضح. والأحوال الجوية المتوقعة في المحافظات الوسطى: البلقاء 13-14، مأدبة 9 إلى 15، بحر الميت 16 إلى 20، عمان 11 إلى 13، والزرقاء 12 إلى 16، وكل هذه المحافظات أيضا يشملها الأجواء الباردة والغائمة والماطرة والأمطار زخات رعدية أيضا بتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث بعض الفيضانات وأيضا جريان السيول في الأماكن المنخفضة والأودية وأيضا بعض الانجرافات للتربة في المناطق الجبلية. المحافظات الجنوبية أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة والأمطار على شكل زخات وأحيانا تكون غزيرة وعنيفة، وأيضا المناطق الجنوبية تتعرض مساء هذا اليوم والليلة إلى رياح نشطة وعواصف رملية وترابية خاصة المناطق الجنوبية الصحراوية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. الكرك 8 إلى 11، الطفيلة 8 إلى 13، الشراه 8 إلى 11، العقبة 12 إلى 18، ومنطقة معان 8 إلى 13 درجة مئوية، والأمطار غزيرة. في المنطقة الشرقية أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أبرد من المعتاد، وأيضا تسقط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والأماكن المنخفضة وحدوث بعض الفيضانات وارتفاع لمنسوب المياه. إذن الأحوال الجوية بشكل عام: مزيد من الأمطار، مزيد من الأمطار الغزيرة، أيضا تشتد سرعة الرياح في المناطق الجنوبية والشرقية، هناك أتربة مثارة وتدني لمدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في المناطق الجنوبية والشرقية قبل حدوث الهطول، ومعظم مناطق المملكة سيشملها الهطول الغزير اللي حكينا عنه واللي يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وبتكون الأمطار مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وبتستمر هذه الحالة قوية حتى ظهر يوم السبت. بعد ظهر يوم السبت تضعف تدريجيا، لكن تبقى الأجواء باردة وتبقى غائمة، لكن تصبح الهطول على شكل أمطار متفرقة بين الحين والآخر حتى صباح يوم الأحد، ويوم الأحد إن شاء الله تميل الأجواء إلى الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم ألف تحية.